المستعمرين أذكياء في الحقيقة. يعني المستعمرون قديما الناس لم يكونوا يقبلون منهم، وكانوا أشد تمسكا في دينهم بدينهم أيام الاستعمار. والناس يعني والمستعمر يحاول أن يفرض، يحاول أن يقترع الدين من قلوبهم ولا يستطيع. ثم المستعمر لما جاء بوكلائه الذين يفرضون أجندته من بني جلدتنا ممن تجد لهم أسماء عربية وإسلامية، فإنه استطاع أن يحقق إنجازات عظيمة ما استطاع أن يحققها. وذلك ولهذا الله عز وجل قال في المنافقين: هم العدو فاحذرهم. فإن ومن سذاجة كثير من الناس، وقال الله عز وجل: فيكم سماعون لهم. من سذاجة كثير من الناس أن الكلمة إذا جاءته من كافر أصلي أو كافر واضح لا يقبلها، ثم نفس الكلمة إذا جاءته من إنسان منتسب للملة فإنه يرق لها، وربما يعني عادي ممكن يقبلها.